السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. نلتقي بكم في هذا المباشر في هذا الوقت الاستثنائي، نظرا للهجوم اللي شاهدتم وقد تعرضت له فجر اليوم أسرة المناضلتين الصحراويتين سلطان خية ولواء عرخية بمدينة بوجدور المحتلة، لنطرح العديد من التساؤلات. لماذا أو ماذا يبغي المحتل المغربي من الهجوم المتكرر على المناضلة سلطانة خية وأختها وأسرة سيد إبراهيم خية بشكل عام؟ لنطرح هذا التساؤل من زوايا مختلفة، ولكن أدعوكم في البداية لمشاركة هذا الفيديو ولحظات ونبدأ وعلى بركة الله. مرحبا وسهلا. إذا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو من فضلكم. إذا كما قلت لكم في بداية هذا المباشر، اليوم كالعادة نظام الاحتلال المغربي يعود مجددا للهجوم على منزل المناضلتين سلطانة ولواء عرخية بمدينة بوجدور المحتل. الهدف كما تعلمون هو إخراس هاته الأصوات المنادية باستقلال الصحراء الغربية من داخل المناطق المحتلة، وإخراسها بكل الوسائل، يعني بكل الوسائل القذرة اللي ممكن تطيح على بالكم، لأنه أول شيء اقتحام منزل أسرة فجراً، والمنزل فيه فقط النساء. هذا فقط يقوم به نظام عميل، نظام حقير، نظام جبان، أجهزة بوليس ومخابرات حقيرة لا تعرف شين قالوا القانون، ولا تعرف شين قالوا الحرمة، ولا شين قالوا الأعراض، ولا شين قالوا المروءة، ولا شين قالوا حتى في يعني التنافس. في التنافس لابد من وجود أخلاق في التنافس، لكن نظام الاحتلال المغربي معروف عليه يعني هذه السلوكات منذ 75، وهو نظام الاحتلال المغربي يقتحم بيوت الصحراويين ويختطف الصحراويين ويذهب بهم إلى المخافر السرية ويذهب بهم إلى السجون ويذهب بهم إلى السجون السرية ويقضون 16 سنة كما تعلمون دون محاكمة. هذا لا يحدث سوى في نظام معروف عليه، يعني معروف عليه هذه السلوكات، ومعروف على أنه يتنفس التوسع ويتنفس الاستبداد ويتنفس طحن القانون ويتحدث باسم القانون، يعني يتحدث بأنه يطبق القانون ولكنه هو أول شيء ينتهك القانون. أعتقد أنه ما فهم عرف على مستوى العالم، والله قانون على مستوى العالم، والله دستور على مستوى العالم يسمح بانتهاك حرمة أسرة فجراً بعناصر من المخابرات والله من البوليس الذين يقضون النهار كامل وهم يراقبون بيتا بسيطا جدا داخل بوجدور المحتل، ما في لا صواريخ ولا أقمار اصطناعية ولا قاذفات صواريخ ولا قنابل مسيلة للدموع ولا قنابل يعني ولا ولا يعني ولا ولا أي شيء من 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 هذه ربما الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أنه يعود تحت أعين المخابرات والبوليس 24 ساعة على 24 ساعة 7 على 7. ليس هناك أي مبرر بتاتا لأن توجد كل هذه القوى القمعية على مشارف منزل سلطانة خية طيلة هذه المدة كاملة. لكن نظام الاحتلال المغربي الهش، نظام الاحتلال المغربي الذي يعيش آخر أيامه والذي يحتضر على كافة المستويات، طبعا مضغوط بياسر من الأحداث، مضغوط بحرب الصحراء الغربية، يحصي قتلاه، يحصي جرحاه، يحصي يعني خسائره المنتشرة على كافة المستويات، صورته القذرة على مستوى العالم حتى أنه أصبح يربط بالكيان، ونحن نعرف يعني ماذا يقوم به الكيان اليوم تجاه الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين الحرة. نعرف بأنه كل يعني أي واحد منا
قارينه يدل عليه، يعني منين نشوف الإنسان يعني نظام الاحتلال المغربي مترافق مع الكيان، فاعلموا بأنه لا يمكن أن يشذ عن ممارسات الكيان التي يمارسها يوميا ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة في قطاع غزة والله في الضفة الغربية والله حتى في المناطق الأخرى. إذا له نرجع لما حدث صبيحة اليوم أو فجر اليوم، وهو عمل جبان حقير مدان لا يمكن أن يصدر إلا عن نظام ديكتاتوري. خليكم تسمعوا. طبعا نحن نتحدث عن أسرة محاصرة، نتحدث عن أسرة مضت الآن سنة كاملة من الحصار ما عندها الضوء، يعني أبسط شيء الضوء مقطوع عنها في قلب مدينة قالها بوجدور المحتل، اللي فيها على ما أعتقد من حق أي إنسان يعود عنده عداد للكهرباء وعنده كهرباء في الدار، لأنه هاي الكهرباء ما يعطيها له نظام الاحتلال المغربي مجانا، هذه ما هي خدمات المجان والله كرتونة المساعدات اللي يعطي نظام الاحتلال المغربي لي إلى يومنا هذا يسرقوها الفسد الموجودين في بوجدور المحتل بين العسكر وبين المدنيين. هذه خدمة يؤديها تؤدى للإنسان وخلصها الإنسان في رأس الشهر، لكن القمع والاستبداد اللي وصله نظام المخزن وصل حد أنه يمنع أسرة من التوفر على التيار الكهربائي في قلب بوجدور المحتل في الوقت اللي احذاك على يمينك جيرانك عندهم الضوء وعلى يسارك جيرانك كذلك عندهم الضوء. لكن ما كان حد من نظام الاحتلال المغربي يستطيع أن يعطينا إجابة على بأي حق وعلى أي أساس تحرم بيت من الكهرباء. أعطونا أي أساس، أعطونا أي أساس قانوني، واحد قانوني. أنتم تتحدثون باسم القانون وتقولون بأنكم دولة تحترم القانون ونحن دولة الحق والقانون ونحن كذا ونحن كذا، وأنتم تنتهكون أبسط حقوق الناس اللي هو الكهرباء، أبسط شيء. ظنا أنه إذا قطعتوا الكهرباء عن سلطانة والله عن الوعرة والله عن والدتها والله عن عائلتها كأنكم حققتم إنجاز تاريخي أو إنجاز سيغير المعادلة اللي أنتم أصلا يعني ساعيين إلى وضعها. نسمع هذا المقتطف. يا الناس هذا ما ظهر والو، يا الناس احنا راهم لا تحفينا، احنا مسنا في الظلمة، يا الناس هاو الكلاب راهم لا تحفينا، يا العلم يا العلم يا العلم رانا قطي الصبر السلطانة راهي دقت، يا العلم هذا الاحتلال المغربي راه ارتاح فينا، يا العلم يا العلم يا العلم يا المسلمين لين يشطوا، لكن هذا راهو يا العلم هذا اليهود، هذا اليهود ما ظهر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل في مدينة شيخ ظفر، نعود لكم الله. هذا الفيديو الأول، حين نسمعوا الفيديو الثاني اللي فيه ياسر من التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود للشهدائنا الأبرار وعلى راسهم فجر ثورة 20 ماي الخالدة. نحن فاعل الليلة اللي هو تم هذا التدخل الهمجي علينا من طرف قوات الاحتلال المغربية اللي مواسي عنها لا يتردع والله لا يتشيل اللي هي قبضت ودخلت علينا هذا التدخل. يعني عنه يعامد علينا واللي يعدل لنا الأمان ومنا ومام خونا ومام عائلتنا اللي نعذبه بذا التدخل اللي وقع فجرا اللي هي في طيلة 381 يوم من الحصار ومن القمع واللي هانا ونحن ذو هما يضاركات إياها اللي قعدت 5 عدت 7.5
رعانا في ذي الحال ذي هو رعى هذه الدار ذي الصيفة وذلو عددها رعى والدتنا قاعدة يوني لا إله إلا الله محمد رسول الله يعجبهم هذا ما في هذا اليهود الكهيان ما كاتلوا ولا كاتلوا ما هو ذا العلم الوطني وذي الدار وذي نحن عاتلكم ونطفيتنا اللي هي بذي اللي طويل واحد ما رانا قاعدين لا بذي البوط ذي البوطيان شوفوا هاي النطفية اللي صب فيها السم هي اللي كانت عندنا من الماء هي اللي كانت عندنا من الماء شوفوا صبوا فيها السم شوفوا ذي البعيدة شوفوا مينينة ما خلوش مدار هذا النوع من الهمجية هذا النوع من عمل اللي هو الحاكم الكرامة واللي الحقيقة يعاملون به طمم ولي عليكم قاعد رواية ثانية هي جاو الأسطح وسوداوه علينا نظر سوداوه علينا لعل للعلم الوطني يطلع قال العلم الوطني لا طال العلم الوطني لا يتم لا طال إن شاء الله حتى النصر حتى الاستغلال حتى استكمال السيادة الوطنية إن شاء الله على كامل التراب وهذا كامل رسالتي للعالم ما هي عيب وعار أنا نتم هاي العائلة بهاي الصيفة ليل ونهار نحن وحق نتمم اللي دقي نتمم اللي دقي مباشرة بدق في زر هذا تم يعني قدر قدر من تحرش علي أنا أختي الوعرة حرش الشيء منه وضربنا والله إلا رعاني إلا رعاني ما بخطي غير كانت إياها رعاه قلت يعني وقضي فيها شيء بحرص واشاني واشاني يعني كامل أنا رسالتي للعالم كامل ورسالتي مولي للمحتل المغربي اللي هو مارس علينا كعائلة مارس علينا ذا نوع بين اللي هذا العالم الوطني نهاه من الدنيا خارج الله العالم الوطني خارج الله الراية ثلاثة الله اللي هي صحق روحنا واللي هي قلبنا واللي هي دمنا واللي هي كرامتنا واللي هي منفسنا هذا العالم الوطني والله لا طار الاحتلال المغربي والله لنزل يدور يقلع ذا العالم ما يقد يعني بين الإرادة لا تقهر إرادة لا تقهر إرادة لا تقهر نحن مواصلين معركتنا مع المحتل المغربي رغم ان دفتنا وسوداء علت لنا نطلع للسطح وغلينا كي تم ولا نطلعوا ما يتم ولا لرادها الله مواصلين معركتنا مواصلين نضالنا حتى النصر حتى الاستقلال حتى استكمال السيادة الوطنية وكل الوطن أو الشهادة كل الوطن أو الشهادة. إذن كما استمعتم في الفيديو لم يكتفي نظام الاحتلال المغربي فقط بالهجوم على المنزل في الفجر وإنما قام بلحم الباب يعني باب السطح المؤدي إلى 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 سطح منزل سيد إبراهيم خية قام كذلك ب بتسميم البير اللي تشرب والله باطل المطفية اللي تشرب منها عائلة سيد إبراهيم خية بإلقاء مواد سامة كما استمعتم لم يكتفي كذلك النظام الاحتلال المغربي بهذين الأمرين كذلك وإنما قام بحقن سلطانة خية والتحرش بها والتحرش كذلك بالوعرة لم يقم كذلك النظام الاحتلال المغربي فقط بكل هذه الأفعال وإنما ذهب إلى محاولة الانتقام من هذه الأسرة باستهداف حتى الوالدة حفظها الله يعني وضعيتها كذلك النفسية يعلم بها الله سبحانه وتعالى تصوروا اليوم كل هذه السلوكات من نظام يقول عنه دولة الحق والقانون نظام يعني بلا حشمة بلا حياة يقول لك أنا دولة الحق والقانون وإحنا عندنا القانون وإحنا جئنا لنطبق القانون حق أسرة فقط ترفع العلم الصحراوي فوق منزلها فقط لا العلم الوطني فقط العالم الوطني فقط يرفع فوق هذا المنزل فيجن جنون المخزن يجن جنون المخزن يبحث بكل الوسائل على أن يمنع هذا السلوك الحضاري البسيط اللي ممكن أي إنسان صحراوي يمكن أن يقوم به في منزله في كل المدن الصحراوية كاملة
كل المدن الصحراوية ممكن أي إنسان صحراوي أن يرفع العلم، ولكن إذا رفع العلم الصحراوي فليتوقع أن يكون هذه الممارسات في حقه من طرف النظام المخزن الذي يدعي بأنه عنده الحق. أعتقد على أنه ما كان شيء قانون في العالم يسمح لأي نوع من البوليس اقتحام منازل الناس بدون إذن شيء قالوا النيابة العامة. وأعتقد على أنه ما كان شيء بلد في العالم ما عنده نيابة عامة تشرف على تطبيق القانون، لأنه كل هؤلاء البوليس اللي تشوفوهم وعمداء الشرطة المجرمين الفسادة يتبعون للنيابة العامة، رؤساؤهم المباشرين هم النيابة العامة، معناه على أنه يتلقون التعليمات من النيابة العامة باقتحام هذه المنازل، اقتحام هذا المنزل بالضبط. وهذا يقودنا إلى الجواب عن السؤال: لماذا يقوم نظام الاحتلال المغربي بكل هذه التصرفات بشكل ممنهج ضد السلطان خية والوائرة؟ لأنه يرغب في هدف واحد، أحد الهدف اللي هو رئيسي جدا ويشتغل عليه، ونحن نعرف ياسر من الكواليس التي تدور بين مصادر القرار في الزريبة في الرباط، خصوصا فؤاد هابط الهمة الذي يمسك شخصيا بملف سلطان خية والوعرة. تصوروا بأن مستشار صاحب الدجاجة فؤاد هابط الهمة هو الذي يمسك بملف سلطان خية والوعرة خية، وكل التنسيقات وكل الترتيبات تأتي من عنده. هدفهم الرئيسي، لأنهم جربوا ياسر من الحيل ودخلوا فيها ياسر من العائلات، ودخلوا فيها ياسر من أقارب عائلة سلطان خية، وحاولوا على أنهم يضغطوا من هون العصا والجزر، وما الجزرة لم تنفع والعصا لم تنفع، يعني ما نفعت لا الجزرة ولا العصا. فهدفهم الرئيسي هو أن سلطان خية تغادر المناطق المحتلة وتتوجه إلى إسبانيا. يعني هذا خاصكم تعرفوا بأن الهدف الذي يسعى إليه نظام الاحتلال المغربي من تكثيف كل هذه الهجمات هو فرض على سلطان خية أن تغادر إلى جزر الكناري والله إلى إسبانيا، باش يسترحوهم ويقولوا الحمد لله انتصرنا في هذه المعركة، باش يقول المخزن بأنه استطاع فرض أجنته على السلطان خية بأن يدفعها إلى مغادرة المناطق المحتلة، وبالتالي لن يرفع العلم الصحراوي فوق منزلها في المستقبل. لكن هيهات اصطدم بصخرة من النضال، صخرتين من النضال لم تستسلما. أنا أتحدى واحد منكم عم أعتقد أنه بما فينا احنا كاملين يعني نواجه مثل هذه السلوكات، نرفض الباريزة ونقوم ماشي، نرفضوا باليسنا ونقوموا ماشيين. ولكن جاءوا في حد اللي هو يتنفس النضال ومؤمن بعدلة قضيته ومصر على أن يعطي الدرس كل نهار، لأنه المخزن اليوم يتلقى دروس كل نهار، ولكنه تلميذ غبي، المخزن تلميذ غبي، فؤاد هابط الهمة تلميذ غبي، صاحب دجاجته تلميذ غبي، مخابراتهم غبية، بوليسهم أغبياء، نيابة عامتهم كذلك أغبياء، لا يستفيدون من الدروس، يظنون على أن الصحراويين يشبهونهم في عقليته، يظنون على أن الصحراويين كيف عقلية الإنسان بين قوسين المغربي، أنه يستسلم ويطلب الخبز ويملأ بطنه ويتخلى عن نضاله. ولكن العكس، الإنسان الصحراوي حينما يؤمن بقضية معينة يمشي فيها إلى النهاية. الإنسان الصحراوي هذا هو الفرق بين واحد ناضل من أجل قضيته وواحد ناضل من أجل أن يملأ بطنه من المال الحرام، كما يفعل هؤلاء الفسد الموجودين في الرباط ليشكوا عنهم يشتروا قادين، كيف ما يشتروا الناس في الرباط ولا يشتروا الناس في الدار البيضاء، والله يشتروا المعارضين، والله يشتروا حد ينباع وينشر، يظنون على أنه يقدروا يشتروا سلطانة، والله يشتروا فلان، والله يشتروا فلانة، ولكنهم يصطدمون دائما بالواقع، ولكنهم لا يستفيدون من الواقع لأنهم أغبياء. لذلك هدف نظام الاحتلال المغربي هو ثني الإنسان عن مواصلة معركته، وهذا الذي ولف على اليوم مع سلطان خية من أجل أن تحمل حقائبها وتغادر المناطق المحتلة، ويقول لنظام الاحتلال المغربي أنا قد انتصرت ولا يرفع العلم الصحراوي في المناطق المحتلة. ولكن أقول للنظام الاحتلال المغربي على أنه أنت تعيش ياسر من التطورات وتعرف ياسر من الأسرار
اللي ربما احنا لا نعرفوها لانك انت على الاطلاع وعندك اتصال بجبهات القتال بالخصوص. تعتقد على انه ما يجري في جبهات القتال هو مؤشر على انك مستمر في المناطق المحتلة؟ هل تعتقد على انه ما يجري اليوم من قتلى وجرحى في جنود الاحتلال المغربي وهذه الخسائر هنا وهناك، تعتقد تظن على انك مازلت مستمر طويلا في المناطق المحتلة بإذن الله تعالى؟ تعتقد على انه مازلت بإمكانك أن تمارس كل هذه السلطوية وكل هذا الاستبداد وكل هذا الاحتلال في حق الصحراويين طويلا؟ لا أعتقد بإذن الله تعالى ستذهب خاسرا، ستذهب مطأطئا رأسك بإذن الله تعالى، ستعود إلى من حيث أتيت، ستعود وأنت تجر ذيول الخيبة، وستعيش هزيمتك الكبرى. أنت قام هازم ولكن تنتظرك الهزيمة الكبرى بإذن الله تعالى، تنتظرك الهزيمة الأخرى، الهزيمة الكبرى اللي فيها الهزائم على كافة المستويات. أنت بزت اليوم تمارس ساديتك على الوليات، لكن حينما يأتوك إن شاء الله الرحمن الرحيم الرجال الشداد الذين اليوم يصنعون البطولات على الميدان ويصنعون هباش، ما عندهم نفس الإمكانيات اللي عندكم، وجيشهم ما عنده نفس الإمكانيات اللي عندكم، وما عندهم نفس الاتفاقيات اللي عندكم، وما عندهم يعني نفس المعطيات الإقليمية ولا الدولية اللي عندكم، ولكن لأنهم أصحاب حق منتصرين، لأنهم أصحاب حق وقفوا لكم هون، ما قدت تقضوهم ولا طلعوهم لمدة 46 سنة. هذا الشعب بسيط جدا اللي اليوم قاعد يدافع عن سلطان خيه بطرق من الطرق الإجرامية اللي تعرفوا، قاعد شلون يمنعه؟ بسيط جدا، ولكن أخلاقه لا تسمح له بذلك. هايك الأخلاق اللي ما هي عندكم، هايك الأخلاق اللي ما تربيتوا عليها، ذيك التربية اللي ما تربيتوا عليها أنتم، اللي إحنا كما ربينا حتى إذا اختلفنا نختلف بخلاق، وإذا اختلفنا معكم نختلف معكم بخلاق، وإذا نازعناكم بأخلاق، وإذا طالبنا بحقوقنا نطالبها بخلاق. ما أنا كيفكم كما تفعلون اليوم مع الوليات ومع النساء، تحقروا على النساء وترصفوا السطحان كيف المجرمين، وتدخل جيبوا صدوراتكم وتسودوا البيبان، مش من قانون بالله عليكم، مش من قانون بأي قانون يسمح لك أنك تدخل دار وتسودي البيبان؟ باش تمنع علم على أنه يطلع فوق السطح؟ سيطلع إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولا يتم يرفرف وجهاتكم إلى أن تخسأوا، إلى أن تعرفوا قيمتكم الحقيقية، لأنه لو كنتم أولاد أصول. وسنستمع وإياكم إلى واحد الفيديو حقيقة اللي ظهر اللي يعطي النظام الاحتلال المغربي حجمه الحقيقي، لأنه ما يمكن يعود بوليسي. أنا أتحدى واحد بوليسي من هؤلاء الذين يحرسون سلطان خيه ومعطينهم تعليمات، أنا أتحداه أنه يرفض التعليمات. أعتقد على أنك أنت أصلا كبوليسي ولا كمخبر ولا كمجرم في صفة الشرطي، أنت تعرف بأنك تقوم بعمل إجرامي، أنت ما تقوم بعمل قانوني. أنت وأنت تتواجد في 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 في, في, في الزنقة اللي موجودة فيها سلطان خيه، أنت موجود في إطار غير قانوني، ولكن تدعي بأنك تطبق القانون. تعالوا تسمعوا الرسالة التي وجهتها المناضلة سلطان خيه لهؤلاء المجرمين تحت صفة بوليس الذين يحيطون بمنزلها صبيحة اليوم. طبعا شوف الله يكون نصرته بالله.
ما يسوي كذا. يا العالم هذا البوليس، هذوم البوليس. أنا حقوق الإنسان، أنا أخوتي الله أسمعنا. أنا يا الصحراويات تلتحوي لما أسمعهم، يا الصحراويات يا الصحراويات يا المجرمين يا المجرمين يا المجرمين. خليني أقول لك مصر، أنا مصر من طرسك، أنا قلبي من طرسك، أنا قلبي من طرسك، أنا قلبي من طرسك، أنا قلبي من طرسك. يا المجرمين القليل على وجههم ومثل على موسو، توظفوا جرائمكم، توظفوا الاقتصاد، توظفوا منكم لله، منكم لله، منكم لله، منكم لله، منكم لله، منكم لله، منكم لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم الاحتلال المغربي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم غصبني الرعدة، مريكات سكن الموبل، حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله بأملاتكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أخواتكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بأمواتكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله يا الله اقبض لنا حقنا، 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 يا الله يا الله يا الله يا الله اقبض لنا الحق، يا الله اقبض لنا الحق، اقبض لنا الحق، اقبض لنا الحق. الله يبارك فيك الحديد ارام عبد حمد. الله اقبض لنا الحق. حنين امي، حنين امي. إذا الرسالة واضحة وما تعود إلا رسالة صمود، هذا هو المعروف عن المرأة الصحراوية، وهذا هو المعروف عن الإنسان الصحراوي، صامد دائما مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، مهما كانت قساوة المحتل المغربي، يبقى الإنسان الصحراوي واقف، يبقى شامخ، يبقى إنسان يرفع صوته وينادي بالعدالة، ما هو كيف المجرمين. ألا تذكريهم بذكريهم بأخواتهم وبمناتهم؟ هذو عندهم أخوات والله، عندهم أمنات، هذو عندهم أصلا شرف، عندهم أصلا شيء قالوا ينقالوا الإنسانية، هذو أصلا هذو خلقوا عندي عنهم، عندي أنهم خلقوا من شيء خارج الإنسانية، لا أعتقد على أنهم من ضمن الإنسانية، لا أعتقد، ما فيهم شيء قالوا الإنسانية، ما عندهم علاقة بالإنسانية، هم أصلا أشداء على أنفسهم، أصلا يعني يظلمون أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل التقارب، من أجل مرتد، والله من أجل قراض، والله من أجل أنه يمارس ساديته، لأنه هذا مرضى، هذا كنت تعرفوا بأنه هذا مرضى، هذا ناس أصلا معروفين عندهم حقد، جايب الحقد، معينينه على أساس أنه خاصه يجي للمناطق المحتلة ينتهك حقوق الناس. من نهار يتخرج من أكاديمية الشرطة يقولوا لك ماشي المنطقة فعل فيها ما تشاء، تدرى فيها كما تشاء، انتهك الحقوق كما تشاء، لن تحاسب، مرفوع عليك الحساب، لن تحاسب أبدا، لن تقف أمام وكيل ملك والله أمام قضاء، لن تحاسب. هذه السلوكات ما يسمح بها القانون في الدول الديمقراطية. لو كان في الدولة الديمقراطية لحكموا، لا وقفوا قدام القضاء ولا حكموا بسنوات ثقيلة، لكنهم في الزريبة معطيلهم الضوء الأخضر، معطيلهم الضوء الأخضر باش ينتهكوا حقوق الصحراويين فقط، فقط صحراويين فعلوا فيهم ما تشاء، أسرقوا لهم أموالهم، انتهكوا بيوتهم، عنفوهم، اغتصبوهم، ما عندكم مشكلة، لن تحاسب يا فلان بن فلان، ولكن سيحاسبكم شكون؟ لا يحاسبكم، يحاسبكم إن شاء الله الرحمن الرحيم جيش تحرير الشعب الصحراوي، وستحاسبكم الدولة الصحراوية اللي انتم احتقرتوها هاي 46 سنة، وتميتوا تصفون أهلها بالشرذمة وقطع الطرق المرتزقة والخوانة، ولا خالق شي قاع ما غريتوه فينا احنا، ما خالق سبة ولا شتام ما سبيتوه فينا احنا، وإحنا نحن منه براء، احنا ما نبيعوا أنفسنا، احنا ما ننتهكوا حرمات الناس، احنا ما ندخلوا ديار الناس، احنا ما نرصفوا فوق اسطحان الناس، احنا ما نجيبوا المواد السامة ونلوحوها في ديار الناس، نحن نحترم حقوق الناس كيف ما نحترم حقوقنا، وكيف ما نحترم حتى الاختلاف، حتى اللي اختلفنا معاكم ما نسبوكم ولا نشتموكم،
لماذا؟ لأن تربينا على أيادي كيف هذا، كيف سلطانة وخية تربينا على يد من؟ على هذه الهيكل الشريفية الموجودة في الدار، بركتها كبيرة جدا. هذه هيكل الأم، هيكل الأم الموجودة داخل الدار بركتها كبيرة، وفضل الله سبحانه وتعالى وبركة هيكل الأم كذلك حاميهم مولانا سبحانه وتعالى من 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 أكثر من هذا البطش اللي تشوفه اليوم. لذلك لابد أن ينتصر الحق، لابد أن ينتصر الحق. لا نقول لكم الضامن معاكم، ما هي مزية شيء. نقول لكم رانا متعاطفين معاكم، ما هي مزية شيء. لا نقولوا يا الصحراويين الضامن معاهم وتعاطفوا معاهم، ما هي مزية شيء. لأنه كل من سلك هذا المسلك هو سلك مسلك صعب، ولكن كل من سلكه ينتصر في النهاية، وهذا هو حال كل هذا الشعب الصحراوي في كل مكان. تحياتي لكم، أشكر لكم خالص المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.